أستاذ محمد شبانة الكاتب الصحفي وزميل الإعلامي، أهلا بحضرتك. وإزاي استقبلت الصور دي والادعاءات الإسرائيلية بصورتك أنه حضرتك أستاذ محمد شبانة في إحدى كتائب القسام؟ شفت إزاي الموضوع ده واستقبلته إزاي على مواقع التواصل الاجتماعي؟ مساء الخير، أهلا بحضرتك وأهلا بضيفك العزيز وكل السادة المشاهدين. خدت الموضوع بسخرية طبعا، لانه ده بيديك انعكاس عن حاله من الاهتزاز والتخبط والسطحيه والجهل. لما يبقى جهاز زي الشباك اللي هو المفترض يبقى واحد من اهم، او هكذا يدعوا يعني انه واحد من اهم الاجهزه الامنيه اللي موجوده، ويخطئ خطا ساذج وسطحي زي ده. يعني انت لو عايز تستهدف حد، المفترض بتبقى حافظه وحافظ شكله ورصده سنين يعني. انما انت تخش على جوجل تكتب الاسم فيتشابه اسمه مع اسمي، تاخد صورتي وتحطها وتوزعها انت كجهاز امني على وسائل الاعلام الرسميه بتاعتك، ثم تنشر في كل وسائل الاعلام الاسرائيليه وتاخدها بقى وسائل الاعلام الاخرى. فاخدت الموضوع باستهزاء، وده استمرار لحاله من التخبط والجهل والسطحيه اللي بتعامل بيها الناس اللي زي دي يعني. والادعاءات الكاذبه المستمره، يعني ربما نشوف حضرتك وانت بتفند الموضوع. بصي، احنا الادعاءات الكاذبه احنا يعني معتادين عليها، ومؤخرا حتى بالنسبه للدوله المصريه هم يعني عندهم حاله من الفزع من الاجراءات والاصرار المصري اللي بيرفض طبعا التهجير لفلسطيني وشكرانا لفلسطين بشكل واضح من يوم ما بدات الحرب الغزيه. صحيح، ربما ده الموقف المصري الواضح والثابت من البدايه وراسخ يعني، ده لا يقبل. وبعدين لما تخش تحاول تهز صوره الدوله المصريه القويه في الوساطه اللي بتقوم بيها، دي مش بتقوم بيها عشان خاطر غير ان هي دوله قويه ودوله لها مصداقيتها، ودوله هي مع القضيه الفلسطينيه من 48 لغايه النهارده يعني. صحيح. مصر لها تاريخ في هذا الامر. فلما بتخش في وساطه، من منطلق هذه القوه، من منطلق ان مصر الدوله القويه وهي ودائما تكون هذه الوساطه ناجحه بقبل يعني من قبل المصريين، والمفاوض المصري ربما هو الاكثر بهذه المفاوضات على مدى التاريخ. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا استاذ محمد شبانه الكاتب الصحفي وزميل الاعلامي، شكرا جزيلا على وجود حضرتك معنا.